والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. هذه الآيات التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها سورة الفجر اختلف المفسرون في تفسيرها. من أقوال المفسرين مثلا الفجر معروف، الليالي العشر هي الليالي العشر من ذي الحجة، وبعضهم قال الليالي العشر من محرم، والشفع والوتر نوعين من الصلاة، الصلاة ذات الركعات الأربع هي الشفع، والصلاة ذات الركعات المفردة هي الوتر. والليل إذا يسر يعني يسري. هذه بعض أقوال المفسرين في هذه الآيات الأربع التي افتتح الله بها سورة الفجر، ولكن بعض المفسرين اختاروا لهذه الآيات معان تجعلها جميعا في موضوع واحد. فمثلا لو أن أحدا قال لك ساعة وعقارب وميناء وعجلات، قد تقول يا أخي معنى العقارب جمع عقرب وهي حشرة سامة، والميناء مكان على البحر يستقبل السفن، والعجلات عجلات السيارة أو القطار. أما حينما قال لك القائل ساعة وعقارب وميناء وعجلات، إذا بحثت عن معان أخرى لهذه الكلمات بحيث تغدو جميعا في موضوع واحد تقول الساعة وعقاربها وميناؤها وعجلاتها. فبعض المفسرين توخيا لوحدة الموضوع، الله سبحانه وتعالى يقول لك والفجر وليال عشر، ما علاقة الفجر بالليالي العشر؟ والشفع والوتر والليل إذا يسر، أول آية كونية وآخر آية كونية وبينهما آيات لا علاقة لها بالكون. فإذا قلنا وبالله المستعان والفجر، هذا الفجر الذي نعرفه جميعا، ما الذي يظهر عظمة الفجر؟ الليل. اركب قاربا بين مدينتين أو بين مدينة وجزيرة ليلا تحس بالوحشة بل والخوف، ادخل في غابة ليلا تحس بالوحشة والخوف، يأتي الفجر فترى به كل شيء، ترتاح نفسك للفجر، تستأنس به، يأتي بعد طول انتظار. الفجر له معان كثيرة، معناه الضيق الذي جاء في هذه الآية أن الأرض كرة وهي تدور حول نفسها دورة معتدلة بسرعة تساوي 1600 كيلومتر بالساعة. هذه الدورة المعتدلة حول نفسها مع وجود الشمس، طبعا سطح الأرض يسير باتجاه الشمس فيتخلى عن ظلمته ويستقبل ضياء الشمس، لولا دوران الأرض حول نفسها لما كان فجر، ولولا أن شكل الأرض كرة لما كان هذا الفجر الذي يأتي بالتدريج. لو أن الأرض مكعب وكانت تدور حول نفسها تأتي الشمس فجأة. ولا يخفى عليكم ما لإشراق الشمس المفاجئ من أضرار،
وما لغياب الشمس المفاجئ من أضرار. مجيء الليل بالتدريج ومجيء النهار بالتدريج. فكلمة والفجر تعني أن الأرض كرة، وكلمة والفجر تعني أن الأرض تدور حول نفسها، وكلمة والفجر تعني الشمس. لو أن الأرض تدور حول نفسها وليس هناك شمس، ما قيمة هذا الدوران؟ لا معنى للدوران من دون شمس، ولا معنى للنهار من دون الليل. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل نسلخ منه النهار. الليل آية والنهار آية، يعني من حكمة الله عز وجل أن إشراق الشمس هذه الآية الكبيرة ومن آياته الشمس ما كان لك أن تعرفها لولا الليل. حينما تستقبل ضوء الشمس تعرف قيمته بعد أن غاب عنك، وحينما تستقبل دفء الشمس تعرف قيمتها بعد أن حل بك البرد. البرد يظهر لك قيمة الشمس، والظلام يظهر لك قيمة الشمس. ودورة الأرض حول نفسها من معاني الفجر، وكون الأرض كرة هو الذي يسبب هذا الانسياب اللطيف التدريجي لضوء الشمس. فربنا عز وجل حينما قال والفجر، يعني هذه آية كبيرة تلفت النظر. هل فكرنا فيها؟ هل جلسنا جلسة صباحية بعد صلاة الفجر لنفكر في الفجر؟ ومن آياته الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر، قال والفجر. فربنا عز وجل يلفت نظرنا بهذه الآية إلى بعض آياته. وليال عشر، كلكم يعلم أن للأرض تابع وهو القمر، والقمر يدور حول الأرض دورة كل شهر، وإذا جمعنا دوراته الاثنتي عشر تشكل هذه الدورات سنة قمرية كلكم يعرفها، رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة. هذه الأشهر القمرية إذا وازناها مع الأشهر الشمسية، الأرض تدور حول الشمس دورة كل 12 شهرا دورة. بين السنة القمرية والسنة الشمسية فرق هو ليال عشر. الجو العام جو كون، والفجر وليال عشر، يعني القمر يدور حول الأرض وينشأ من دورته سنة قمرية، والأرض تدور حول الشمس وينشأ من دورانها سنة شمسية، وبين السنة الشمسية والسنة القمرية ليال عشر. هو الفرق، كلكم يعلم أن رمضان في كل عام يقترب عشرة أيام. بعض المفسرين في سورة الكهف فسر قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لو حسبت الفرق بين السنوات 300 الشمسية والقمرية لرأيت الفرق بينهما 9 سنوات بالضبط. فهذا النظام الكوني، من جعل هذا التفاضل بين دورة القمر ودورة الأرض حول الشمس؟ هذا التفاضل مدروس، دراسة دقيقة، يعني كل شيء بقدر. بعضهم فسر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني السمع والبصر والشم والإحساس وهذه الحواس الخمس، وبعد الأرض عن الشمس، وبعد القمر عن الأرض، وبعد الشمس عن بقية الكواكب، كل هذه المسافات مدروسة بدقة بالغة وبحكمة منقطعة النظير. لذلك ربنا عز وجل متابعة للسياق العام لا يمنع أن نقول عشر ذي الحجة
أو عشرة من محرم، ولكن تفسير آخر يؤكد ارتباط هذه الآيات بعضها ببعض ويجعلها متناسقة في موضوع واحد. والفجر هذا النظام البديع الذي ينطوي على شمس وعلى أرض وعلى دورة وعلى شكل كروي وعلى أشعة ذات دفء وذات ضوء وما إلى ذلك، وليال عشر. فكر أيها الإنسان بهذا النظام البديع الذي جعله الله على نمطين، سنة قمرية وسنة شمسية، وجعل بين السنتين تفاضلا هو ليال عشر بالضبط كما وردت في هذه السورة. وأما الشفع يعني الزوج، الأرض والقمر شفع والشمس وحدها وتر، لأنه الارتباط دقيق جدا بين الشفع والوتر والليالي العشر والفجر. فالإنسان إن لم يجل فكره في هذه الآيات كيف يعرفه؟ يعني الإنسان يعرف الأشياء بحواسه، تعرف الحرارة بحاسة اللمس، لك الطفل مفتر عندك حاسة، هذه معرفة مباشرة، ترى الشيء بعينك، تسمع صوته بأذنك، تحس وجوده بيديك. الإنسان مزود بحواس يتعرف بها على الأشياء، ولكنه كيف يعرف الله سبحانه وتعالى؟ لا يعرفه إلا من خلال الفكر. الله سبحانه وتعالى بث كونا معجزا وخلق فكرا دقيقا، فإذا أعملت هذا الفكر في هذا الكون عرفت الله عز وجل، وإذا عرفت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لما ربنا عز وجل بيذكر عناوين بعض الآيات الكونية، ألا تستنبطون معي أنه لا بد من التفكر بها، أن هذه الموضوعات موضوعات للتفكر، أنك إذا أردت أن تعرف الله فهذه آياته. يعني إذا قال لك واحد ترغب غرفة نوم، تقول له طبعا عم ببحث عن غرفة متقنة كثير، قال لك فيها النجارين شوفهم، عرض عليك شخصين، واحد أسمر واحد أبيض، قال لك نقي أحد، شو أنا بدي صنعتهم أول، تطلب الصنعة، فرجيني غرفة نوم ساوية هاد وغرفة نوم ساوية هاد، تتفحصها تشوف دقة الصنع، الانسجام بالألوان، المتانة، يعني عندك أنت مقاييس. فهل تعرف النجار من شكله؟ لا، من صنعته. كذلك ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، لا يدرك بالحواس، ولكن يدرك عن طريق التفكير. فالإنسان إذا فكر في مخلوقات الله عرف الله. وفي الأرض آيات للموقنين، آيات حيثما التفت وجدت آية. في حياتك اليومية ملايين الآيات، إذا دخلت إلى بيتك يعني آلاف الآيات، ابنك آية، كأس الماء الذي تشربه آية، هذا الطعام الذي تأكله آية، هذه الفاكهة التي تتفكه بها آية، هذا الدفء الذي تنعم به آية، هذا الفراش الذي تنام عليه من صوف، من خلق الصوف؟ آية، هذا القطن الذي حشيت به وسادتك؟ آية، هذا الإسمنت وهذا الحديد الذي أقيم به بناؤك؟ آية، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، الأدوات في المطبخ آية، غاز الاشتعال الذي تستخدمه آية، بنتك آية، طباعها آية، طباع ولدك آية، زوجتك آية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لماذا تستهلك هذه الآيات استهلاكا رخيصا؟ إن استهلكت هذه الآيات استهلاكا لم تعرف قيمتها،
ولم تعرف قيمة الذي خلقها لك، ولكنك إذا تفكرت بها وعبرت منها إلى الله عز وجل، رأيت الله من خلالها، عندئذ تكون قد أفلحت ونجحت في حياتك. فربنا عز وجل ليس من باب الصدفة وليس من نافلة القول أن يبدأ معظم هذه السور في الأجزاء الأخيرة من كتاب الله التي نزلت بمكة المكرمة، حيث بدأ النبي الكريم ينشر دعوة الإسلام. ليس غريبا أن تكون هذه السور طافحة بآيات الله. الفجر وحده آية. لاحظ حتى الحيوانات حينما تشرق الشمس تستيقظ، حينما تغيب الشمس تعود إلى أوكارها إلى مأواها. هذا الإشراق تدريجي ومجيء الليل تدريجي، وهذه آية كبرى من آيات الله. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الليل يسير، الليل يسير من خلال دورة الأرض حول نفسها. شوف كيف ربنا عز وجل جمع هذه الآيات بآية في أول الآيات وآية في آخرها. الأولى هي الفجر والثانية والليل إذا يسر، يعني يطلع الفجر من هنا ويأتي الليل من هناك في ساعة من ساعات النهار، ولتكن ساعة الفجر. انظر إلى شرق الأرض ترى ضياء، انظر إلى غربها ترى ظلمة. جاء النهار من هنا وذهب الليل من هنا. مساء تعكس الآية، ترى الغرب مضيء والشرق مظلم، أقبل الليل. الليل والنهار آيتان من آيات الله، والشمس والقمر آيتان من آيات الله، وشكل الأرض آية من آيات الله، وهذا الجو الذي ننعم به آية من آيات الله. فأين تذهبون؟ ما الذي يشغلكم عن التفكر بآيات الله؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي الأرض آيات للموقنين؟ وسخر لكم ما في السماوات والأرض. يعني الآيات القرآنية الكونية أكثر من أن تحصى.